السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة مع الجزء الثاني من شرح منهج الجرامر للصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي طبقا للمنهج الجديد. وكنا أخذنا المرة اللي فاتت أدوات النكرة آ وآن والحروف المتحركة أو الفاولز والحروف الساكنة الكونسونانس وأدوات الإشارة this وذات وذيس وذوس. وخدنا كمان الـ subject pronouns أو ضمائر الفاعل، وخدنا verb to be و verb to have و verb to do في الـ present، في الـ present أو في المضارع، وحلينا عليهم أمثلة كتيرة. فده الجزء الثاني، هنكمل فيه شرح منهج الجرامر، وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وورقة نكتب فيهم. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول حاجة هناخدها يا أصحابي البلورال، البلورال أو الجمع، والسنجولر، السنجولر أو المفرد. يعني إيه بلورال ويعني إيه سنجولر؟ طبعا يا أصحابي البيرسونز أو الأشخاص، والأنيمالز أو الحيوانات، والبليسز أو الأماكن، والثينجز أو الأشياء، كل دول ناونز، ناونز أو أسماء. وطبعا لما احنا بنيجي نجمع اي noun او اي اسم، القاعدة الاساسية ان احنا بنحط له حرف الاس. يعني more than one person, animal, place, thing، اكتر من شخص واحد، حيوان واحد، مكان واحد، شيء واحد، بنحط لهم حرف الاس علشان نخليه في صيغة البلورال، البلورال او صيغة الجمع. ودي القاعدة الأساسية. وطبعا ده زي مثلا لما أجي أجمع كلمة book أو كتاب، بقول box، box يعني كتب، cat قطة، cats قطط، dog كلب، dogs كلاب، door باب، doors أبواب، girl بنت، girls بنات، rose وردة، roses roses ورود، train قطار، trains قطارات. ودي القاعدة الأساسية زي ما قلت لكم من شوية. لكن لازم ناخد بالنا من بعض الحاجات. أول حاجة، ما بنحطش S في آخر الكلمة علشان نخليها plural أو جمع في بعض الحالات، زي مثلا الكلمة لو منتهية ب SH أو CH أو O أو S أو SS أو X أو حرف الزد. أي نهاية من النهايات دي لو موجودة في آخر الكلمة ما بنحط لهاش S بس بنحط لها ES، زي مثلا كلمة box، box صندوق، بنحط لها ES لأن هي بتنتهي بحرف الX وبنقول boxes، boxes صناديق. زي كمان كلمة bus، bus حافلة أو أوتوبيس، بنحط لها ES لأنها بتنتهي بحرف الS زي ما قلنا، وبنقول باسس، باسس أو حافلات. كلمة brush، brush أو فرشاة، بتنتهي بالS H، بنحط لها ES لما بنيجي نخليها في صيغة البلورال أو الجمع، وبتبقى brushes، brushes أو فرش. class، class أو فصل، بتنتهي بS S، بنحط لها ES علشان نخليها في صيغة البلورال أو الجمع، وبتبقى classes، classes أو فصول. match، match أو مباراة، بنحط لها ES وبتبقى matches، matches أو مباريات، وهنا الكلمة دي بتنتهي بالCH، وبرضو دي حالة من الحالات. quiz، quiz أو اختبار، بنحط لها ES وبتبقى quizzes، quizzes أو اختبارات لأنها بتنتهي هنا بحرف الزد. watch، watch أو ساعة، بنحط لها ES وبتبقى watches، watches أو ساعات، وهنا لأنها بتنتهي بالسي اتش زي ما قلنا من شوية. لازم كمان يا أصحابي ناخد بالنا أن أي كلمة بتنتهي بحرف الواي وقبلها أي حرف ساكن من الحروف العادية، بنشيل الواي دي وبنحط اي اي اس. يعني احنا عندنا طبعا زي ما عرفنا المرة اللي فاتت في حروف vowels أو متحركة، وهم خمس حروف، الاي والاي والاي والاو واليو. الخمس حروف دول هم حروف الفاولز، وباقي الحروف اسمها حروف ساكنة أو consonants. أي كلمة بتنتهي بحرف الواي وقبلها حرف consonants من الحروف العادية، بنشيل الواي
وبنحط IES علشان نخليها جمع أو plural، زي كلمة story story أو قصة. لما أقول قصص أخليها جمع أو plural بقول stories stories أو قصص. شلنا الواي وحطينا IES، وهنا طبعا قبل الواي كان في حرف ساكن أو consonants اللي هو حرف الR، فطبعا بالتالي لما نيجي نجمع كلمة story هنحط IES بدل الواي وهتبقى stories. وزي كمان كلمة baby، هنا البي حرف consonants وآخر الكلمة Y، فلما نيجي نجمعها هنقول babies، هنشيل الواي وهنحط IES فهتبقى plural أو جمع. وزي كلمة city، city أو مدينة، لما نيجي نجمعها هنقول cities cities أو مدن وهنشيل الواي وهنحط IES. وزي كلمة country، country أو بلد، لما نيجي نحطها في صيغة البلورال أو الجمع بنشيل الواي ونحط IES وتبقى countries 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 أو بلدان. وزي كلمة factory، factory أو مصنع، لما نيجي نخليها في صيغة البلورال أو الجمع بنشيل الواي ونحط IES وبتبقى factories factories أو مصانع. وزي كلمة family، family أو أسرة، لما نيجي نجمعها بنشيل الواي ونحط IES وبتبقى families families أو أسر أو عائلات. طيب لو حرف الواي كان قبل منه حرف من حروف الفاولز أو حرف متحرك، يعني ما بنشيلش الواي وما بنحطش مكانها IES، بنحط اس عادي خالص، ما ينفعش نشيل الواي ونحط IES، بنخليها زي ما هي وبنحط حرف الاس وبنعملها بالقاعدة الأساسية. فمثلا كلمة بوي بتبقى بويز، هنا الواي جاي قبل منها حرف الاو، وحرف الاو طبعا من حروف الفاولز أو الحروف المتحركة الخمسة اللي احنا عارفينهم، بالتالي لما اجي اجمعها هحط حرف الاس بعد الواي على طول وهعملها بالمعاملة بتاعة القاعدة الأساسية وهقول بويز بويز أو أولاد. وزي مثلا كلمة day day أو يوم، لما أجي أجمعها هقول days days أو أيام، لأن هنا الـ A طبعا حرف من حروف الفاولز أو الحروف المتحركة. وزي كلمة key key أو مفتاح، لما أجي أجمعها بحط S بعد الـ Y بقول keys keys أو مفاتيح، لأن الـ A حرف من حروف الفاولز زي ما احنا عارفين. ولازم كمان ناخد بالنا لو الاسم اللي احنا بنجمعه بينتهي بإف أو إف إي، حرف الإف أو حرف الإف إي أو الإف إي بيتحولوا لفي إي إس لما باجي أعمل عملية الجمع، زي مثلا كلمة وايف، وايف زوجة، لما باجي أجمعها أو أخليها في صيغة الجمع بشيل الإف إي وحط في إي إس وبتبقى وايفز وايفز أو زوجات. وزي كمان كلمة هاف، هاف أو نصف، لما باجي أجمعها بشيل الاف وبحط في اي اس وبقول halves halves أو أنصاف. وزي كلمة knife، knife أو سكين، لما باجي أجمعها بشيل الاف اي وحط في اي اس وبقول knives knives أو سكاكين. وزي كلمة leaf، leaف أو ورقة، مثلا لو ورقة من ورقة الشجر، لما باجي أجمعها بقول leaves leaves أو أوراق، بشيل الإف وحط مكانها VES. وبكده احنا عرفنا القواعد اللي بتحكم عملية الجمع وتحويل السنجولر أو المفرد الاسم الواحد، سواء كان person أو place أو thing أو animal، سواء كان شخص أو حيوان أو مكان أو أي شيء من الأشياء، لو هو حاجة واحدة بنعملها معاملة المفرد، أكتر من حاجة واحدة بنعملها معاملة الجمع ونحطها في صيغة البلورال زي ما قلنا. وآخر حاجة لازم نعرفها في الجزئية دي، إن في بعض الشواذ للقاعدة ما بينفعش نحط لهم لا إس ولا إي إس ولا أي حاجة من الحاجات، هم ليهم الصيغة بتاعت السنجولر بتاعتهم أو المفرد بتاعتهم، وليهم صيغة مختلفة خالص بتبقى موجودة في البلورال أو الجمع، لازم نحفظهم بالشكل ده. زي كلمة child child أو طفل، لما باجي أجمعها بقول children children أو أطفال. زي كمان كلمة foot foot
او قدم لما باجي اجمعها بتبقى feet feet او اقدام. وزي كلمة woman woman يعني امرأة، لما باجي اجمعها بتبقى women women يعني نساء. وزي كلمة mouse mouse يعني فأر، لما باجي اجمعها بتبقى mice mice يعني فئران. وزي كلمة man man يعني رجل، بتبقى من من يعني رجال. وزي كلمة توس توس يعني سنة، لما اجي اجمعها بقول تيس تيس يعني اسنان. وطبعا شواذ القاعدة دول لازم نحفظهم، لان زي ما قلت لكم هم ملهمش قاعدة، احنا لازم نكون عارفين صيغة المفرد بتاعتهم او السنجولر، وصيغة الجمع بتاعتهم او البلورال، علشان خاطر نبقى عارفين لما نيجي نجمعهم هنكتب ايه، ولما نيجي نكتبهم في صيغة المفرد هنكتب ايه. وبكده نكون انهينا الجزئية دي، تعالوا نحل مثال عليها علشان نثبت المعلومة. بيقول لنا هنا يا اصحابي write the plural، write اكتب the plural الجمع. اول حاجة مديها لنا bowl bowl يعني كرة، لما نيجي نجمعها هنقول ايه يا اصحابي؟ شاطرين، بولز بولز يعني كرات. هنا الكلمة بتنتهي بحرف ال، وهي طبعا في الحالة دي بنحط اس، القاعدة الاساسية بتاعت الجمع بنحط اس، بتبقى بولز او كرات زي ما احنا شايفين قدامنا. طب كلمة جلاس جلاس او زجاج زجاجة، لما باجي احطها في صيغة البلورال او الجمع بعمل ايه يا اصحابي؟ شاطرين، الكلمة دي بتنتهي بحرف الاس او اس اس، فبنحط لها اي اس علشان نخليها في صيغة البلورال او الجمع، فبتبقى اسمها glasses glasses زي ما احنا شايفين قدامنا. طب كلمة city 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 او مدينة، لما باجي احطها في صيغة البلورال او الجمع بعمل ايه يا اصحابي؟ شاطرين، الكلمة دي بتنتهي بحرف الواي، وحرف الواي قبل منه حرف التي، هو حرف كونسنس او حرف ساكن مش حرف من الحروف المتحركة، ففي الحالة دي بنشيل الواي ونحط اي اي اس، وبتبقى cities cities او مدن. طب كلمة loaf loaf او رغيف، loaf لما نيجي نجمعها بنعمل ايه يا اصحابي؟ هي بتنتهي بحرف الاف اللي احنا لسه واخدينه من شوية، بنعمل ايه لما نخليها في صيغة الجمع؟ شاطرين، بنشيل الاف ونحط في اي اس، وتبقى loaves loaves او ارغفة. طب كلمة foot foot او قدم، لما نيجي نجمعها ونحطها في صيغة البلورال بنعمل ايه يا اصحابي؟ شاطرين، دي من الحالات الشاذة، فلازم نكون عارفين الجمع بتاعها وهو feet feet او اقدام. واخر حاجة كلمة man man او رجل، لما نيجي نحطها في صيغة البلورال او الجمع، طبعا برضو دي كلمة من الكلمات اللي بينطبق عليها قاعدة الشواذ، فطبعا هي ليها الجمع بتاعها وهو men men يعني رجال. ولازم طبعا يا اصحابي الحاجات دي تتحفظ معلش، ونحاول نحل عليها امثلة كتيرة، لان دي هتفضل معاكو بقيت حياتكم كملها معاكم لحد الجامعة ان شاء الله. لازم نكون عارفين السنجولر والبلورال بتاع الكلمات المختلفة، وكمان الحالات الشاذة المفرد بتاعها شكله ايه واسمه ايه، والجمع بتاعها كمان اسمه ايه. ونروح للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لصفات الملكية. صفات الملكية طبعا يا اصحابي احنا عرفنا المرة اللي فاتت ضمائر الفاعل اللي هي I أنا، لما باجي أتكلم عن نفسي he هو she هي it هو أو هي الغير العاقل، وعرفنا يعني إيه غير العاقل اللي هو النبات أو الحيوان أو الجماد. we نحن، you أنت أو أنتم، وzey هم. لما أجي أتكلم عن حاجة ملكي أنا بقى، فبقول عليها إيه؟ بقول عليها my my يعني ملكي. طب لو ملك شخص تاني بس هو ولد او راجل، فبقول عليها his his يعني ملكه. طب لو هي ملك بنت او ست، بقول عليها her her او ملكها.
طب لو هي ملك حاجة من الحاجات الغير العاقل اللي هي حيوان مثلا، فبنقول عليها اتس اتس، يعني ملكه او ملكها لغير العاقل. طب لو بقول ملكنا، انا واقف وسط مجموعة من الاشخاص وبقول ان الحاجة دي ملكنا احنا، بقول عليها our our، يعني ملكنا. طب لما بقول لحد قدامي او مجموعة اشخاص ملكك او ملككم، بقول عليها your your، يعني ملكك او ملككم. طب لما بتكلم عن مجموعة اشخاص واقفين مش معايا، بس انا بقول ان الحاجة دي ملكهم، ملكهم يعني زير زير، يعني ملكهم. ولازم يا اصحابي نكون عارفين ان ضمائر الفاعل اللي هي I و he و she و it و we و you و they بتيجي في اول الجملة، زي مثلا لما اجي اقول I am Mr. حسام، I am Mr. حسام، انا مستر حسام، فهنا I جت في اول الجملة. لكن صفات الملكية اللي هي my و his و her و its و our و your و their بتيجي دايما قبل الاسم. يعني مثلا لما اجي اقول this is my book، هنا book ده noun او اسم زي ما عرفنا من شوية، فهنا جت قبل منه صفة الملكية اللي هي my او ملكي. this is my book، this is her pen، pen هنا noun وهنا صفة الملكية جت قبل منه وهي her، her يعني ملكها. this is our bag، our هنا ملكنا جت قبل bag، bag اللي هي حقيبة وهي noun او اسم. this is your car، your car سيارتك او سيارتكم، your ملكك او ملككم جت قبل car وهنا car noun. فطبعا دايما صفات الملكية بتيجي قبل الاسم. طبعا يا اصحابي زي ما في صفات ملكية وفي ضمائر فاعل، في حاجة اسمها ضمائر الملكية. ضمائر الملكية بتيجي اخر الجملة وما بيجيش بعديها اسم. احنا عرفنا من شوية ضمائر الفاعل اللي هي I و he و she و it و we و you و they. ضمائر الملكية بقى لو شلت I بحط مكانها mine، mine يعني ملكي، وهنا mine بتيجي في اخر الجملة ما بيجيش بعد منها noun او اسم زي ما قلت. لما اجي اشيل هي يعني هو واقول بدلها ملكه، بقول his، his يعني ملكه. لما اجي اشيل she اللي هي هي واقول مكانها ملكها، بقول hers، hers يعني ملكها. لو جيت شلت it اللي هي هو او هي الغير العاقل وقلت ملكه او ملكها الغير العاقل، بقول its، its يعني ملكه او ملكها الغير العاقل. لما اجي اشيل we او نحن واقول ملكنا، بقول ours، ours او ملكنا. لما اجي اشيل you انت او انتم واقول ملكك او ملككم، بقول yours، yours يعني ملككم. لما اجي اشيل they، they هم واقول مكانها ملكهم، بقول theirs، theirs يعني ملكهم. وزي ما قلت ضمائر الملكية بتأتي آخر الجملة ولا يأتي بعدها اسم أو noun. زي مثلا لما أجي أقول this book، هذا الكتاب is mine، is mine ملكي، is hers، is hers ملكها، is yours، is yours ملكك أو ملككم، is ours، is ours ملكنا. طبعا يا أصحابي لما باجي أسأل عن الملكية بقول whose، whose يعني ملك من. فلما أجي أقول ملك من بقول whose. فمثلا لما أجي أشاور على حاجة أقول ملك مين الحاجة دي، فبقول whose is this لو هي حاجة موجودة في مكان قريب مني. لو هي حاجة موجودة في مكان بعيد بقول whose is that، whose are these، whose are these لو هما مجموعة حاجات موجودة في مكان قريب مني. لو هما مجموعة حاجات في مكان قريب مني بقول whose are these. لو هما مجموعة حاجات موجودة في مكان بعيد عني بقول whose are Zeus. طبعا الإجابة بتقول it's mine، إنه ملكي، they are mine، إنهم ملكي. لو هما مجموعة حاجات، لو هي حاجة واحدة بقول it's mine،
لو هي مجموعة حاجات بقول they are mine، انهم ملكي. ممكن اقول لو هم ملك مثلا بنت او ست مثلا بقول they are hers، انهم ملكها. لو هم ملك ولد او راجل بقول they are his، انهم ملكه. لو ملكنا انا وناس تانية بقول they are ours، انهم ملكنا. لما بقول لحد او لمجموعة اشخاص ان هي ملكك او ملككم بقول they are yours، انهم ملكك او ملككم. ولما اجي اقول ان هم ملك مجموعة من الناس ناس تانيين بقول they are theirs، انهم ملكهم. مجموعة الحاجات دي ملك الناس دي، they are theirs، مجموعة الحاجات دي ملكهم. فلما اجي اقول مثلا ملك من هذا الكتاب بقول whose book is this، ملك من هذا الكتاب، whose book is this. فممكن ترد عليا وتقولي it's mine، it's mine، انه ملكي. whose book is this، it's mine. whose books are these، ملك من هذه الكتب. بتقول they are mine، they are mine، انهم ملكي. whose books are these، they are mine، انهم ملكي. وتعالوا نحل بعض الامثلة على الجزء ده. لما اجي اشاور على قلم واقول القلم ده ملكي، فبقول this is my ولا mine pen. احنا قلنا my بيجي بعد منها الناون او الاسم، mine بتيجي في اخر الجملة وما بيكونش بعديها اي ناون او اي اسم. يبقى اقول this is my pen، شاطرين، this is my pen. لما اجي اقول that bowl is her ولا hers، شاطرين، هير بتيجي في اخر الجملة بس بيكون بعد منها ناون، لكن hers اللي هي ملكها بتيجي في اخر الجملة بس ما يكونش بعد منها ناون. فهنا that bowl، هذه الكرة، is hers، is hers، ملكها. لما اجي اقول this is Ali's bag، هذه شنطة علي، it's his ولا hers، ملكه ولا ملكها. شاطرين، it's his، انها ملكه، hers ملكها، وعلي ولد فمش هينفع اقول hers. This kite is our ولا ours، our ملكنا، و ours ملكنا برضو، بس our بتيجي في اخر الجملة وبيجي بعد منها noun، اما ours بتيجي في اخر الجملة وما بيكونش بعد منها noun او اسم، فاقول this kite is ours. شاطرين كلكم. طبعا لازم نكون عارفين الفرق بين can يستطيع و can't لا يستطيع. زي مثلا I can swim، أنا أستطيع السباحة. I can't sing، أنا لا أستطيع السباحة. لما باجي أسأل حد عن الاستطاعة أو القدرة أو الability بقول له What can you do، ما الذي تستطيع أن تفعله. What can you do، ما الذي تستطيع أن تفعله. فهو مثلا ممكن يقول لي I can ride a bike، I can ride a bike، أنا أستطيع أن أسوق دراجة. وهنا بيجي بعد كان الفعل في المصدر زي ما احنا شايفين قدامنا I can ride a bike. ممكن أقول له كمان هل تستطيع السباحة، فبقول له can you swim، can you swim، هل تستطيع السباحة. فبيقول لي مثلا yes I can، نعم أنا أستطيع، yes I can. وممكن يقول لي no I can't، no I can't، أنا لا أستطيع، لا أنا لا أستطيع، لا أنا لا أستطيع. وآخر حاجة عايزين نعرفها يا أصحابي هي الـ prepositions. الـ prepositions أو حروف الجر. حروف الجر في اللغة الإنجليزية هي كتير جدا، إحنا هنحتاج نعرف منهم ثلاثة النهاردة بس، هما in و on و at. in يعني في، و on كمان يعني في، و at يعني في. بس in بتيجي مع الفترات الزمنية الطويلة، يعني مثلا ممكن اقول لك in 2020، في سنة 2020. in March، شهر مارس. in April، في شهر ابريل. in May، في شهر مايو.
ممكن كمان اقولك في فترات اليوم وقت كده مش متحدد الوقت بتاعه، زي in the morning في الصباح، in the afternoon في فترة بعد الظهر، in the evening في المساء. فإن بتيجي مع الفترات الطويلة جدا أو بتيجي مع الأوقات الخاصة باليوم بس من غير ما بحدد لا ساعة ولا دقيقة. أما أن معناها في برضو بس بتيجي مع الأيام بس. أقول لك on Sunday يوم الأحد، on Monday يوم الاثنين، وده لما باجي أتكلم عن يوم محدد بعينه. أما at يعني في برضو، بس لما باجي بقول at بقول at على ميعاد متحدد بالساعة وبالدقيقة، زي ما أجي أقول لك at 10 o'clock، at 10 o'clock يعني الساعة 10 بالظبط، at 9 o'clock، at 9 o'clock يعني الساعة 9 بالظبط. فالprepositions أو حروف الجر اللي احنا عايزين نعرفهم النهاردة لما باجي أتكلم عن وقت من الأوقات واحنا بنستخدمهم النهاردة واحنا بنتكلم النهاردة عن استخدامهم مع الوقت بقول فيه. بس لما اجي اقول فيه مثلا شهر مارس مش هقول on ولا at، بقول in March في شهر مارس. ليه؟ لان زي ما قلنا in بتيجي مع الفترات الكبيرة الطويلة، وon بتيجي مع الايام، وات بتيجي مع الساعة المتحددة بالوقت والدقيقة كمان. وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني من شرح الجرامر الخاص بالصف الاول الابتدائي او primary 1 و primary 2 كمان. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفاد او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.